ولازم برضو اسال شريف نفس الكلام، انت النهارده بدات ازاي مع البدل؟ ليه بدات بدل؟ هل انت كنت برضو يعني التنس، لان هو طبعا يعني يمكن يوسف قال برضو، كلمني عن تجربتك، يمكن انت بدات معاهم متاخر شويه بس برضو اثبتت وجودك. انا بدات تنس وانا عندي 6 سنين، كلها بدات ما تنس شاء في نفس الله. الوقت. كنت منتخب مصر، والسنه اللي فاتت كنت مرشح اخش منتخب البادل، بس انا كنت لسه برضو بلعب تنس، انا بطلت تنس السنه اللي فاتت ما كنتش مركز فيه 100% يعني. وبعدين لما لقيت الرياضه بتنمو، الرياضه بتتحسن في مصر، قررت ان انا ابطل تنس يعني واتجه للبادل. والسنة اللي فاتت كنت مرشح زي ما بقول لك ان انا اخش المنتخب، بس المدرب ما اختارنيش، وفضلت شغال على نفسي. والسنه دي الحمد لله قدرت برافو، اخش الفريق يعني، وحققنا البطوله، ده اهم حاجه في الاخر. وهم انتوا طبعا وصلوا كاس عالم السنه اللي فاتت، وده برضو اهم حاجه ما يعني. شاء الله، ولسه العمر قدامك، انت الله بالظبط اكبر، 25 سنه يعني، ان شاء الله. لسه قدامك بطولات وبطولات يعني جايه لك. طيب بطوله عربيه كلمني عنها بقى اكتر شويه، كان اصعب ماتش ايه بالنسبه لنا؟ كان ترتيب الماتشات ازاي؟ يعني كنا بنلعب كام ماتش في اليوم؟ يعني كلمني بقى تفاصيل اكتر عن البطوله احنا العربيه. لعبنا مرتين بس ماتشين في اليوم، غير كده في العادي بنلعب ضد ماتش واحد، منتخب واحد في اليوم. تمام. طبعا احنا خسرنا من الكويت في المجموعات. احنا زي ما يوسف فاكر قال مجموعتنا كانت كام؟ مجموعتنا كام فرقة ومين فاكرهم؟ كنا خمسة، خمس فرق خمس فرق. كان معانا السودان وسوريا، لا تاني معلش، المجموعة كانت خمس فرق معانا مش السودان وسوريا والكويت والأردن والأردن، واحنا الفرقة والعراق. والعراق، واحنا دول كانت مجموعتنا، دي مجموعتنا. احنا فزنا كل الماتشات ما عدا الكويت. ما عدا الكويت، هم تاني اتقل في فرقه في تمام. المجموعه، فخسرنا منهم في المجموعه. وزي ما يوسف بيقول احنا نعتبر اتقل منتخب في الوطن العربي، فطبعا ده كان بالنسبه لنا صدمة إن يعني أنتوا تخسروا صدمه، بصراحة. ويعني وقفنا مع نفسنا وقفه واتكلمنا وقلنا ما ينفعش كده، الناس هنا جايه تكسبنا وجايه حاطه عينيهم علينا يعني وكده. والحمد لله قدرنا في نص النهائي نكسب قطر. قطر برضو من فرقة المنتخبات محترمة جدا الفرقه طبعا. تقيله، ولعبنا تاني الكويت في النهائي فاينل. طب الكويت وكسبناهم. لعبت مين في قبل النهائي؟ إمارات، الإمارات. لعبت الإمارات، الإمارات برضو منتخب كويس، طبعا بس يعني هي مستضيفة البطولة، يبقى أكيد بالظبط أكيد هم منتخبها كويس. عندهم فرقة كويسة. بس فقدرنا نكسب الكويت في الفاينل 2-0 الحمد لله. وكان يعني الماتش قعد رد فترة طويلة ولا كان بصراحة يعني، لا يعني كأننا اللي هو كان عندنا حاجة عايزين نثبتها. فكان في كسبنا الماتش الأولاني زنق شوية، تاني ماتش يوسف نزل خلصه بسرعة يعني. كان عندنا كأننا نازلين عندنا رسالة نوصل لهم إن اللي حصل ده صدفة يعني. طب قول لي، يعني سعيد بالتجربة بتاعت البدل اللي انت خضتها؟ برغم يعني انت كنت لعيب كبير في التنس وعامل مستوى جيد، يعني سعيد بتجربة البدل؟ شايفها تجربة حلوة وعايز تكمل فيها؟ بصراحة مبسوط، ويعني نفسي أوصل يعني أشارك في بطولات عالمية بره، ونفسي يعني أقدر أحقق فيه، بالذات إنها الرياضة لسه جديدة، فهيكون اسمي من أول الناس اللي اتحققت الكلام ده يعني. شايف، انت خلصت جامعة مش كده؟ درست ميجور ايه او دراسة ايه؟ أنا كنت فاينانس في AUC. ما شاء الله، يعني انت حتى كنت يعني، طب انت شغال دلوقتي لا ولا لا أنا مركز في البادل برافو من برافو، دلوقتي كله يعني للبادل قصدي اقول فترة ان يعني. انت يعني بيبقى حلو جدا لما تبقى متفوق في الاثنين، يعني دراسة وفي نفس الوقت متفوق في لعبة، فده طبعا اكيد حاجة كويسة، بس ان شاء الله هتحقق حلمك إن بإذن شاء الله الله. وهتكسر الدنيا.